الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. In the name of God, the most merciful, the most compassionate. رئيس جمهورية رواندا، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم. يشرفني أن أتقدم أمامكم خلال هذا الحفل الكبير بتكليف سام من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتلاوة الرسالة الملكية السامية بمناسبة تسلم جلالته جائزة رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم للإنجاز المتميز. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. أخي العزيز بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، سيد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، سيد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لي بداية أن أعرب لكم عن عميق الترحيب بمنح جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي يسعدني تسلمها اليوم. وأود بهذه المناسبة أن أحيي حضور السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيدا بالتزامه القوي تجاه كرة القدم الإفريقية. كما أشكر رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السيد باتريس موتسيبي على دوره الريادي وجهوده من أجل تعزيز إشعاع كرة القدم الإفريقية وإعادة المصداقية لهيئتها التقريرية. ولعل ما يجمعني بأخي فخامة رئيس بول كاغامي الذي يحتفي به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أيضا اليوم هو ثقتنا الراسخة في قارتنا الإفريقية وفي شبابها وقدرتها، وهذا ما يحفزنا على العمل المتواصل بحماس لا يستكين ولا يغتر بالركون إلا ما حققناه من مكتسبات. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، ما زلت متشبتا بالقناعة التي عبرت عنها في خطابي بمناسبة القمة 29 لقادة الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي في سنة 2017، الذي أكدت فيه أن مستقبل إفريقيا يبقى رهينا بشبابها، وأن انتهاج سياسة إرادية موجهة نحو الشباب من شأنه تركيز الطاقات على التنمية. إن هذه الجائزة التي تمنح لي اليوم هي أولا وقبل كل شيء تكريم لعبقرية إفريقيا وشبابها المتألق، فهي تمثل بالنسبة لي اعترافا بالاختيارات التي انتهجتها من أجل توفير الظروف الكفيلة بإبراز هذه العبقرية والنهوض بها. وذلك لأن كرة القدم ليست رياضة فحسب، بل هي ثمرة بناء وعمل متواصلين. ولقد حرصت دوما على جعل كرة القدم في بلادي المملكة المغربية ركيزة للنجاح ورافعة للتنمية البشرية المستدامة. فلئن كانت لعبتي تستأثر بقلوب الملايين وموهبة تعكس طاقات إبداعية خلاقة، فهي تقوم أيضا على أساس رؤية مستقبلية والتزام طويل النفس وحكمة قوامها النجاعة والشفافية واستثمار في البنيات التحتية وفي الرأسمال البشري. وبقدر ما شرفت كرة القدم المغربية القارة الإفريقية خلال كأس العالم الأخير بقطر، فإنها قد أعلت من شأن القيم الإنسانية المتمثلة في روح المثابرة ونكران الذات والدفع بالقدرات الذاتية إلى أقصى الحدود، وهي القيم التي حرصنا على ترسيخها من خلال ضم الرياضة إلى التربية، سعيا منا إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم بشكل خاص وتحرير الطاقات ومواكبة ما يتم اكتشافه من مواهب بما يناسب من تكوين وتأهيل. وقد أثبتت المملكة المغربية في مناسبات عديدة
وبالعمل الملموس أنها تضع إمكانيتها وبنيتها تحتية وتجربتها لا سيما في مجال كرة القدم رهن إشارة جميع البلدان الإفريقية الشقيقة الراغبة بدورها في جعل الشباب دعامة للأمل والنمو، وذلك لأن طموحي من أجل لا يضاهيه في جوهره سوى طموحي من أجل القارة الإفريقية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، من هذا المنطلق أعلن أمام جمعكم هذا أن المملكة المغربية قد قررت بمعية إسبانيا والبرتغال تقديم ترشيح مشترك لتنظيم كأس العالم لسنة 2030، وسيحمل هذا الترشيح المشترك الذي يعد سابقة في تاريخ كرة القدم عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأور المتوسطي، كما سيجسد أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهداً على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وحضر في يوم الخميس 16 شعبان 1444 هجرية الموافق ل 9 مارس 2023 ميلادية محمد السادس ملك المغرب.